غرار عقود الاستشهاد الأخرى. جسد عنده رمزية أكثر شوي باعتبار العلاقة القديمة اللي تربط الجامعة التونسية لكرة القدم ومع البيانا، تقريبا عندنا معهم 27 سنة، يعني تاريخ كبير برشا للجامعة مع البيانا. وأنا شخصيا جسوي ريكونيسون للبيانا، نذكر لما دي كنت مامور أنه الفيدراسيون ديما تلقى البيانا حتى في اللي مو ديفيسيل، دونك كونترا مادي محترم، ولكن رمزيته في هالشراكة القديمة وهل الرول السوسيال اللي تعمل فيه البيانا حتى في بقية الرياضات، واللي اتفقنا معهم انه باش نعملوه حتى اندور دو كونترا، هي اللي خلتنا ان نتشبثوا بالبنك هذه اكثر من بنوك اخرى اللي نحترموهم الكل، ولكن كما قلت لك مادي محترم، ولكن رمزيته كبيره برشا من حيث ديمومة العلاقه اللي بيناتنا ومن حيث بلي زاكسيون دا سبي سوسيال اللي تعمل فيها مبيان. هو كنا اون 2012 كنا 1.8 تقريبا 2 ماكسيموم كاسافوار ديفيز وحده واحده، ولكن اليوم من 1.8 وصلنا اليوم 9 مليار. طب انا عملت في بيل شيفر بخمسة نهاردي، رقم محترم، ولو احنا عاملين اوبجكتيف انه اون 2020 ان شاء الله نكونوا نوصلوا ل 2 مليار، وهيك نكونوا الاوبجكتيف اللي عملناه في سبونسورينغ علينا البار على رواحنا. وكنا حتى وقت حكينا صعيب برشا كيفاش من 1.8 ولا 0.8 ولا من 2 باش تطلع ل 10 في القاعده الاقتصاديه الموجوده حاليا في تونس، لكن الحمد لله وفقنا ربي في المساعي تاعنا. هو لو كونترا اي بورت سور 4 اني دان مونتون دو تري مويان بار رابور ا لا فيدراسيون، مي كي باقا سي ودي سي كيك شوز دو سيمبوليك اي ديموسيونيل سي 300 دينار. وهذا يخلينا بارابور جوتر سبونسور سي با ان غرو مونتون. اي با سكوت لك on s'est rencontré sur un projet. Le projet est comment faire plus pour que le football dans nos quartiers ou tout autour des grandes villes.